قدم برنامج صباحكم نور التي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية مع الأبجور شرايحة، حلقة جديدة ومميزة بعنوان عيد الظهور الإلهي، حيث تناول البرنامج كيف يتعين علينا أن نعيش هذا الظهور في حياتنا الخاصة. كما كانت هناك مداخلتان عبر اتصال هاتفي مع الأب فرح حجازين والأب جريس سميرات. فإلى هناك الناس يعني لما بدها تقرأ الإنجيل وتقول إنه ظهر يسوع المسيح يعني بظهور الإلهي كطفل، هو أيضا هذا ظهور إلهي للبشرية، لكن العيد مخصص له ظهور الإلهي العلني على نهر الأردن، أخذته هذا هاي المناسبة وحددت عيد. ممكن سؤال دكتور. بعد الميلاد وأيضا ضمته لعيد للعماد، يعني في ناس بتقولك عيد الظهور الإلهي منفصل عن عيد الإغطاس أو عماد الرب. نعم. وفي ناس بتجمعهم مع بعض. بالضبط. إذا في ممكن سؤال دكتور بيسألوا إنه ليش بيتعمدوا بالماء مثلا؟ ليش مش رمزيا يعني يحط إيده ويمسحه بالزيت مثلا زيها؟ ليش بالماء؟ هلا بالعودة للماء بكل الديانات بلا استثناء كان للماء هاي رمزية التنقية من الخطايا، يعني بنشوف الاغتسال اللي عند اليهود بالجرب من الحجر اللي بعبوه مي وبغتسلوه كانوا فيه، بنشوف الوضوء عند إخواننا المسلمين، وكل الديانات الوثنية حتى القديمة كان في عندهم طقوس معينة يغتسلوا فيها من خطاياهم كتوبة احتفالية قبل أعيادهم قبل مناسباتهم. كانوا الماء رمزيتها إنه كيف لما الواحد بيتحمم بنزل الوسخ، فهي رمزية للتنقية من الخطايا كانت عند كل الديانات. نعم. لهشان هيك حكى يوحنا المعمدان أنا أعمدكم بالماء. بالماء، ولكن من سيأتي بعدي الذي كان قبلي سيأتي ويعمد بالماء، والروح القدس. فمشان هيك نزلت الحمامة يقول لك فاصل ما بين معمودية يوحنا المعمدان وكل الاغتسالات اللي صارت سابقا وما بين معمودية يسوع المسيح اللي راح تكون نورانية تعطي هاي الألسنة النار، تعطي هاي الطاقة الإيجابية في حياة الإنسان اللي مرات كثير للأسف بشغالاتنا بأشياء مادية وبأشياء وظيفية وبأشياء بتخف الهالي من حياتنا، ولكن بنشوفها أكثر إشي بالأجر لما تروحي على دبين، لما تروحي على معين، لما تروحي على الجبال على نيبو، على تطلعي بهالمناطق، تروحي على حريصة بلبنان على قاديشة وادي القديسين، في طاقة بتشميها بالنفس بتدخل مع الروح. يعني كثير الآباء الأجر اللي بيعيشوا الحياة النسكية ركزوا، خصوصا إغناطيوس الأنطاكي ركزوا على موضوع التنفس، النفس كيف انك تفعلي الروح القدس في حياتنا، الظهور الالهي في داخلي باعماق نفسي مع النفس مع دقات قلبي. هيك لما يكون الواحد مسبح هيك مستجم بس مسترخي وبشوف ايقونات امامه هيك ومغمض عيونه وبشوف ايقونات، بشوف يسوع، بشوف العذراء، وهالنفس هاي هي الطاقه اللي بتخليه ثاني يوم يقدر يقوم في شغله. اذا ما كان عندنا الواحد هاي الخلوه الروحيه بين المزدوجين، إذا ما كانت عندنا في حياتنا وشبه مستمرة، يعني ما بأسبوع كامل يمرق وما يكون فيها، يعني بكل الحضارات والثقافات قام يوم العطلة يوم الراحة عند اليهود السبت، عند الإسلام الجمعة، عند المسيحية الأحد. ليش طيب هذه الراحة؟ الناس بفكروها للتسلية، مضيعة الوقت، الأكل والشرب والنوم، يعني بتلاقيهم بطبخوا المقلوب الجمعة، المنسف الجمعة، اليوم العطلة، كل واحد بيركز على أشياء عشان يهرب من الإشي اللي داخله اللي هو العميق اللي هو ربنا. دائما بنفل على ربنا، بننتهي عنه، ساعة على ربك وساعة على قلبك، خلينا هلا ننبسط، خلينا هلا نتركها، ومش كلها صلاة وعبادة، مش كلها تأخذنا إياها ماشيننا على الخط المستقيم، خلينا نعمل. فهاي اللي بشتتنا، هذا اللي بيبعدنا. فاليوم الظهور الإلهي ساطع. صباحك نور وكل عام أنت بخير أبونا. صباح الخير وكل عام وانت بخير والمشاهدين بألف خير. الله يخليك يا أبونا. صباحك نور. أهلين أبونا جورج. يعني إحنا أول حلقة من العام الجديد لابد إنه نتكلم عن الظهور الإلهي لهالبشرية ولهالعالم وعلى الأرض، الظهور الإلهي ومعناه وما وكيف نقدر نربطه في ظهوره في حياتنا. أكيد. تفضل أبونا. إذا حديثنا اليوم هو عن عيد الغطاس اللي يعني هو عيد الظهور، ظهور الرب. نستطيع أن نقول ما يلي: أولا حتى بداية القرن الرابع
كانت الكنيسة تحتفل بثلاثة أعياد في يوم واحد، يوم 6 كانون ثاني، وهي عيد الميلاد، عيد زيارة المجوس في الرب، وعيد اعتماد يسوع في نهر الأردن. وكل هذه هي أعياد ظهور الرب. عيد الميلاد هو عيد ظهور الرب بالجسد، وفي زيارة المجوس عيد ظهور الرب بالشعب الوثنية في شخص المجوس، وفي عيد العماد عيد ظهور الرب يسوع لليهود عندما قال الله بصوت عال أمام جموع اليهود ليسوع: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت. لكن عندما ظهرت هرطقة تنكر ألوهية المسيح الأزلية تقول إن المسيح أصبح ابنا لله فقط يوم اعتماده، قامت الكنيسة بنقل عيد الميلاد من 6 كانون ثاني إلى 25 كانون أول، وهو عيد الشمس عند الرومان. وقالت الكنيسة إن المسيح هو ابن الله منذ مولده وقبل أن يولد من مريم، وكذلك هو شمس العالم، ولكن ليس الشمس المادية بل شمس الحق والبر والعدل كما جاء في الكتاب المقدس. وأبقت الكنيسة عيد زيارة المجوس للسيد المسيح يوم 6 كانون ثاني، ونقلت عيد عماد المسيح إلى الأحد الذي يلي عيد زيارة المجوس. إن الله لا تهمه الكثرة أو القلة فيما تعطيه، إنما يهمه قلبك. لذلك ذكر أن الأرملة التي أعطت الفلسين قد أعطت أكثر من الجميع، لأنها أعطت محاجتها وصبرت الله على نفسها. الذهب يرمز إلى السيد المسيح كملك، يرمز إلى الشيء الثمين، ويرمز إلى النقاوة لأنه ينقى بالنار، ونفسك هي أغلى ما تملك. فهل تحافظ على نقاوتها؟ وهل تقدمها للرب لكي يملك عليها؟ أم تقول مع اليهود: لا نريد أن يملك هذا علينا؟ اللبان يرمز إلى المسيح الكاهن، لأن اللبان هو حبات البخور التي توضع في المجمرة، وتقديم البخور هو من عمل الكهنة فقط. البخور أيضا يرمز إلى العبادة، إلى الصلوات القديسين التي ترفع إلى الله كما يرتفع دخان البخور أمام الله في الهيكل. فهل عبادتنا وصلواتنا ترتفع صادقة مخلصة أمام الله، أم هي مجرد كلام سطحي؟ المر يرمز إلى آلام السيد المسيح من أجلنا. المر نوع من العطور، هو عطر سائل، رائحته عطرة ومذاقه مر، أي أن آلام المسيح مرة لكن رائحتها زكية أمام الله لأنه بها خلصنا. فالخلاص والمجد لا يتم إلا بعد الألم. ينبغي لابن الإنسان أن يتألم قبل أن يدخل إلى مجد. والألام يقول لنا القديس بولس هي طريق المجد، إن ألام هذا الدهر لا تقاس بالمجد المزمع أن يتجلى فينا. هكذا المسيحي باحتماله الألم يسير في طريق المجد على مثال السيد المسيح، لأن التلميذ ليس أفضل من معلمه. أبونا، بما أنه نتكلم عن الظهور الإلهي، فكيف تعيش هذا الظهور في حياتك؟ ممكن هيك تحكي للمشاهدين يعني أيضا، خاصة وأن الظهور الإلهي الإنسان لما بيكون ممتلئ بيعطي وبصير عطاءه مميز. نعم. فتخبرنا. نعم. أبونا، أنا بتمنى أنه كل إنسان فينا في هاي الفترة الزمنية الصعبة اللي إحنا عم بنمر فيها، نعم، كما نسمي أو كما نحن نؤمن بالظهور الإلهي، أن يكون الظهور الإلهي أيضا في داخل كل نفس فينا. نعم. أن نحتضن الآب وأن نحتضن الإبن وأن نحتضن الروح القدس، ليظهر ذلك مليئا في عملنا نحن في هذا الحياة اللي احنا عم بنعيشها. نعم. هناك رمز جليل للظهور الإلهي اللي احنا هلا عم بنهيئ أنفسنا للاحتفال فيه، اللي هو عيد الغطاس. نعم. لكن من قبل الظهور الإلهي كان هناك ظهور لنعمة الروح القدس، في عندما صعد الرب يسوع المسيح وقال لتلاميذه أن لا تبرحوا من أورشليم حتى تنالوا قوة من علا، فكان عندما حل الروح القدس على التلاميذ في يوم 50. نعم. وهذا كان أول ظهور للروح القدس، لكن حتى يظهر الله نفسه إلينا بالثالوث القدوس كاملا. نعم. فعندما حضر من الجليل إلى نهر الأردن
حيث كان يوحنا المعمدان يعمد هناك. يوحنا كان يعمد في معمودية التوبة. وكما قال أبونا جورج قبل شوي أنه يوحنا كان يعلن هناك من يأتي بعدي ذاك الذي سيعمدكم بالروح القدس والنار الذي لست أنا مستحقا أن أحل سير حذائي. يعني حتى رباط الحذاء. شوف عظمة يوحنا المعمدان اللي هو خاتم للعهد القديم وواصل في العهد الجديد، يعني هو الموصل ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ومن الأنبياء العظيمين جدا في الكنيسة. أنه لست مستحق، لكن عندما حضر الرب يسوع المسيح إليه وعبر النهر قل له يا رب أنت تطلب مني أن أعمدك، أنا بحاجة أني أعتمد منك. قال له ليتم كل بر، ومعنى كلمة ليتم كل بر أي ليتم من ناموس. حتى يكون في هناك إعلان رسمي بطبيعة المسيح البشرية التي ارتضى أن يتجسد فيها بأعشاء العذراء مريم. وهنا تنازل، هذا إعلان لتنازل الرب يسوع لأنه أحب العالم، حتى أنه الله أحب العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذن بهذا التنازل والتجسد ليرفعنا ويجعلنا محو أبناء لأبيه الطاهر. هو ابن بالطبيعة والجوهر. ونحن أبناء بالتبني، احنا أبناء الله، أبناء الملكوت. عشان هيك لما المسيح قال أنا ذاهب لأعد لكم مكانا وأتي وأخذكم إلي، احنا عشان هو فتح هذا الطريق إن في من خلال ظهوره الإلهي ومن رمز معموديته المقدسة في نهر الأردن.